معنا من لندن مراسلنا أشرف سعد. أشرف، نطلع منك على آخر التطورات والتداعيات وردود الفعل الداخلية الشعبية وأيضا الرسمية حول قرارات بوريس جونسون اليوم. بوريس جونسون في اجتماع عاجل لمجلس وزرائه قبل قليل طمأن الوزراء وطمأن المواطنين بأنه لن يسعى خلال الفترة الانتقالية لإحداث أي تغييرات جوهرية أو أي تغييرات سياسية في توجهات الحكومة، وقائلا إن ذلك سيترك للحكومة المقبلة ولرئيس الوزراء المقبل. ربما يسعى بوريس جونسون من خلال ذلك إلى طمأنة من يطالبون بضرورة رحيله على الفور، خشية أن يحاول إحداث تغييرات تفسد الأمور على خليفته، ولكنه بهذا يطمئنهم جميعا على أنه فقط سيتولى تسيير الأعمال حتى يتم انتخاب زعيم جديد للحزب. الحقيقة أن انتخاب زعيم جديد للحزب، رغم أن بوريس جونسون قال إن ذلك سيحدث في أكتوبر المقبل مع المؤتمر العام للحزب، ولكن ربما لا يستغرق الوقت الأمر كل هذا الوقت. فعندما اختيرت تريزا ماي خلفا لديفيد كاميرون عام 2016 لم يستغرق الأمر إلا 3 أسابيع فقط، لأنها كانت في ذلك الوقت قد حظيت بالإجماع وانسحب كل منافسوها من أمامها أما الحال مع بوريس جونسون فاستغرق بعض الوقت لأن عدد المتنافسين كان كبيرا واستغرق تقريبا 2 شهر. على كل حال، الأمر منوط بحزب المحافظين أن يتوافق سريعا على زعيم جديد ليقوده خلال المرحلة المقبلة، ليس فقط في رئاسة الوزراء ولكن أيضا خلال الانتخابات البرلمانية التي تبقى لها نحو 2 أو أقل قليلا. دومينيك راب نائب رئيس الوزراء الذي أعلن أنه لن يخوض انتخابات أو المنافسة على زعامة الحزب ربما يكون مرشحا بقوة ليحل محل بوريس جونسون خلال المرحلة الانتقالية إذا ما توافق الحزب على ضرورة رحيل بوريس جونسون قبل أن يتم اختيار زعيم جديد للحزب. وفي كل الأحوال فالمنافسة ستحتدم خلال الفترة الماضية، وبالتأكيد بوريس جونسون اتخذ القرار السليم لأنه لو لم يكن قد رحل بإرادته فكان سيرغم على الرحيل من خلال تصويت جديد على حجب الثقة منه. شكرا جزيلا لك من لندن مراسلنا أشرف سعد.